كنت عايزه اتكلم حضرتك تكلمني عن كواليس العمل. وفي سؤال تاني معروف ان الشيف مدير بيلعب درامز. طيب ايه بقى حكايه؟ طيب انا هقول لكم بشكل عام الفيلم عجبني لانه النص جيد جدا. الحدوته والفكره بتاعت الفيلم جديده ومختلفه موجوده في حياتنا الاجتماعيه بس محدش خبط على الباب وفتح يبص. فهي فكره جديده مهمه تحتمل النجاح تحتمل الفشل. الفكره مش الفيلم ان شاء الله لا، انما فكره الفكره اللي بنعيشها الفيلم ممكن يبقى الناس اللي بتعيشها تفشل فيها او تنجح فيها زي اي حاجه. يعني هنشوف احداث وهنشوف موضوع انا متاكد انه هيعجبك. شغل المزيكا في الفيلم طبعا انا بلعب مزيكا بلعب درامز، بس في الفيلم ده انا بلعب ساكسفون. فكان مهم ان احنا ان انا اتعامل مع الاله بشكل صح وبشكل احترافي، وخصوصا ان هو بيلعب سنين طويله الاله دي. فانا بقول انه انا متهيالي عملت حاجه كويس مش بطاله، واشتغلت مع ممثل له ثقله اسمه خالد الصاوي. اتقابلنا في بدايه حياتنا الفنيه واحنا ما بنتقابلش كتير، انما الود والمعزه بيننا وبين بعضينا قويه جدا جدا. فضلنا سنين طويله ما نتقابلش لغايه ما اتقابلنا في ليت عيشها لوحدك وعملنا مباراه عظيمه هتعجب الناس. هو كان الفيلم مكتوب في الاول ان انا عازف درامز، فقلت لهم الاله دي استهلكت بالنسبه لي، الناس كلها بقت عارفاها فما فيهاش جديد. فقعدنا اتناقشنا لغايه ما وصلنا للساكسفون. ساكسفون في كذا شكل، في الالتو والتينور والباريتون، يعني في اصوات مختلفه. فانا اخترت الباريتون التينور لانه اله ليها احساس في النفخ والصوت هتحسوه في الاحساس. فغيرنا من درامز لساكسفون. السلام عليكم.